إذا أولي هذه الدولة حين أولي الحق، إذا أولي التوحيد، أي دولة تقوم بها؟ أي دولة؟ من حولنا من دين جوانبنا؟ مصر والشام والعراق والشام وكل العدوان، من هو الذي يدعو إلى التوحيد الآن؟ ويحقق شريعة الله ويهدي الأمور في زمن دين الله؟ من؟ أين الدولة التي تقوم بهذه الشريعة؟ غير هذه الدولة فهو الله لا بالا وله الهداية والتوفيق والصلاة، يسأل الله أن يعينها على كل خير، يسأل الله أن يوفقها أن يجاهد كل شخص وكل نفس. علينا أن ندعو الله له بالتوفيق والإعانة والتسديد وأن ينصح لها في كل حال، وواجب على كل مسلم في سائر الدنيا أن يدعو الله لإخوانه المسلمين بالتوفيق والهداية والصلاة. لا بد لا بد من التوفيق، من الذي يكفي؟ من الذي يكفي؟ يقول الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة إلا الذين آمنوا لهم على أبد أليم في الدنيا والآخرة. من أحاء الأشياء الفاحشة وزاد على أعوان الواقع وادعى ما لم يقع فهو أشد وأخطر وأعظم. ولما كذبوا على عثمان وكذبوا على علي وكذبة الخوارج وكذب بعض الفتنة فتنة عظيمة في أهل عثمان فغلوا أفضل القرون بسبب الجهلة والمحدود، فتنة عظيمة للحدود والجهلة فاغتر بها بعض الناس حتى طلعت بها ثمن عظيمة. ولو علم الأمور بالحكمة والنصيحة والتوجيه والخير لكان هذا هو الطريق وطريق الهدى، ولكنهم خالفوها ذلك حتى أهوى إلى قتل عثمان بغير حق وإلى قتل علي بغير حق وإلى قتل جمع من الصحابة في وقعة صفين ووقعة جبل، كله بأسباب هذه الفتنة التي قام بها الجهال والمحيط. هكذا اليوم دعاة الإلحاد ودعاة الجهل ودعاة الشر كل هذا يسبب شرا عظيما يجب الحذر منه ويجب عدم تلقي شيء من احبابهم او اوراقهم ويجب اكلهم. ادعو على امر الهدايه نسال الله جل وعلا الهدايه ونسال الله ان يكفي شرهم وان يعينهم في شرهم بشد امثالهم وان يهدهم الحق وان يردهم الى الصواب، فانهم قد غرهم الضرور وغرهم الشيطان وغرهم دعاه الالحاد حتى سبوا دعاه الحق وسبوا دعاه التوحيد من اجل شعور غيرهم. كل هذا القلق وجهل وغلاء يجب على المسلمين ان يحذروا شر هؤلاء وان يبتعدوا عن اوراقهم وكتاباتهم التي يحيون فيها يدعو اسلاما وارض الله عليها ويدعو الدعاء لهم بيد الهدايه وان الله يحلى شرهم وان يعيذنا من شرهم وان يردهم الحق والصواب. نسال الله يردهم الحق والصواب وان يهدهم من يرضيه وان يعيذنا ومسلم من شرهم من شر امثاله. ونسال الله ان يصلح بين المسلمين وان يحيي بينهم دعاه الهدى وان يمنحهم فقه للدين وان يصلح ولاه امرهم وأن يجعلهم هداة مهتدين وأن يعين المسلمين شد كل ذي شر من كل داعية باطل. إنه جل وعلا سميع قريب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.